في السودان جنرالان يتقاتلان وكل السودانيين والقطاعات تتأثر. الحرب أجهزت على ما تبقى من الاقتصاد السوداني، وحتى الزراعة مصدر قوة السودان تحولت إلى نقمة. الأرض الخصبة التي تتمتع بالدفء والأنهار باتت عاجزة عن توفير غذاء الشعب السوداني. كان هذا قبل النزاع، أما الآن فالوضع ازداد سوءاً. مزارع السودان البعيدة مئات الكيلومترات عن الخرطوم تعاني مما تشهده شوارعها من اقتتال. المناطق الزراعية في ولاية الجضارف كانت الأكثر تأثراً، وبسببها بات شبح الجوع يخيم على نصف الشعب السوداني بحسب الأمم المتحدة. في الواقع حقول الجزيرة أيضاً تعاني من تداعيات الحرب، هي أقرب إلى الخرطوم لكنها تتمتع بميزة قربها من الأنهار وقد تصمد أطول قليلاً، لكن الأمر مختلف بالنسبة للجضارف. موسم الأمطار حل منذ أيام ولم يعد هناك مجال لتدارك الوضع، فمن لم يزرع حتى الآن لن يحصد شيئاً. وعلى عكس مشروع الجزيرة، أراضي الجدارف يستغلها أفراد وقبائل لكنها تعتمد على الدولة في التمويل والحصول على البذور. أما العمال فهم في العادة عمال موسميون قادمون من ولايات أخرى للعمل في المزارع، وبحكم الواقع هم أول المتضررين. ورغم امتلاك ولاية الجضارف لتربة سوداء خصبة بسبب قربها من إثيوبيا، فهي تستفيد من الأمطار الموسمية، إلا أن قسوة فصل الجفاف جعلت السكان لا يستقرون فيها، والسبب شح المياه، إذ يصل نصيب الفرد الواحد من المياه العذبة 9 لترات يوميا فقط، وهو أقل بالنصف من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.